بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. إخواني أخواتي الحضور الكريم، خصكم تعرفوا بأنه اليوم ماشي تنحضر معكم بصفتي رئيس حكومة فقط باش نلقي واحد الخطاب ونمشي، لا، غير سمعت الموضوع قلت لهم نحضر، لأنه أنتم واحد الفئة اللي بغض النظر على التعاطف ديالي معكم يعني الطبيعي، ولهذا كنطلب منكم تعاونوني شوية باش نبقى متماسك، يعني بغض النظر على هذه القضية هذه، ثم واحد الفئة كتخلقوا لي مشكل نفسي. علاش هذا المشكل النفسي؟ لأنني كرئيس ديال الحكومة بقي لحد الآن ما كانش عرش أنه قدرت نقوم بالواجب اللي كيقتضيه الوضع ديالكم. راه كاين فيكم هنايا اللي تيجي تردد عليا مدة 3 سنوات، وانا كنشوف قدامي هذا الواقع باقي ما قدرناش نتجاوزوه، والحقيقه ما غنقدروش نتجاوزوه كليا، ولكن يمكن لنا نعملوا فيه واحد العدد ديال الاشياء ايجابيه. انا اليوم مسرور جدا لان هذه المبادره اللي كيترأسها السيد الادريسي، نوقف باش نتكلم معكم باش نشوف كل شيء ويشوفني كل شيء، ما عرفتوش كل شيء باغي يشوفني، ولكن انا باغي نشوف كل شيء. لا باغي نشوفو. الى ضحكت سيدي جمال. حنا كحكومه كنشعروا بالمسؤوليه مضاعفه نحوكم. ملي كنجيو نباشروا الملف كيفاش هذه المقاربه غنديروا لها؟ كنلقاو عوائق قانونية في تحديد الإعاقات، العدد ديالكم، العدل إلا عطيتي لواحد كيفاش غدير ما تعطيش للآخرين إلى آخره، كنلقاو عوائق بكل صراحة. التجربة اللي شت الشريف إدريسي القيطوني كيترأسها دخلت عليا السرور. علاش؟ لأنها مشات في اتجاه ربط الاتصال ديالكم بالشركات اللي يمكن تشغل بعض منكم. المعاق ماشي دائما معاق في كل شيء، راه كاين معاقين عندهم واحد الاعاقه لا تحول دونهم ودون القيام باعمال كثيره جدا، ويمكن يعملوها بحال الاشخاص العاديين ولا احسن منهم. فهذه المبادره اللي عملتها السيد القيطوني كنتمنى توقف علينا في مسائل اللي نساعدوا بها كدولة، لا من الجهة القانونية ولا من جهة الإمكانيات المادية. احنا مستعدين، كنقول لكم كرئيس ديال الحكومة، احنا مستعدين نساعدوا في تحمل النفقات ديال الأشخاص المعاقين اللي غادي يشتغلوا في الشركات أو شي حاجة خاصة بهم أو تيسير الولوجيات أو أي شيء من هذا القبيل. بمعنى آخر، الدولة ماشي ما عندهاش الفلوس، وحتى إذا ما كانش عندها الفلوس ديال هاد الشيء خاصها تخرجهم من الشيء الآخر، لأنه ما يمكنش هذه الفئة هذه اللي أقدر الله عز وجل أرادت أن تكون معاقة في مجال ما، إما السمعي إما البصري إما الحركي، هذه الفئة ليس من الممكن أن نتخلى عنها، هذا لا يمكن. هذه مسؤوليتنا، وكل واحد يتحمل هذه المسؤوليه هذه كيشعر بالثقل ديالها امام المجتمع، كيشعر بالثقل ديالها امام الله سبحانه وتعالى. فاذا نكونوا مطمئنين انني يعني تيقولوا اكي دافونس، يعني انا ديالكم مبدئيا ديالكم، لكن كيفاش نقدروا نعالجوا هذا المشكل؟ كنلقاو يعني صعوبات، وهذه القضيه اللي عملنا السيد الادريس القيطوني يعني هذه واحد الحاجه اللي يمكن تسهل لنا، ما غاديش تحل كل شيء المشاكل ولكن تقدر تسهل لنا، وكل
كل شركة يمكن يكون فيها يعني جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال الناس من هذا القبيل، غنكونوا خفنا القضية. بغي نعلمكم واحد القضية بالنسبة لهذا المجال، كاين المجال الآخر ديال التوظيف. حتى التوظيف ديالكم القانون كينص على أنه 7% خص تفتح لكم باش تكونوا بها. هاد 7% كيفاش؟ واش من خلال كونكور خاص بكم ولا آخر مرة عرفتها من بعد؟ عشان أنا عارفها، رانا دابا ماشي أنا كنشكي عليكم أنتم تشكيو عليا، راه أنا كنقول لكم هاد الشيء. إلا لقيتي شي واحد مهتم بمشكلتك، ماشي القضية هو تحتاج عليه، خصني غير نلقى المقاربة أنا غادي ننفذها. فهمتي؟ حنا رحنا غاديين في اتجاه أنه نمشيو في اتجاه لأنه الكونكور ضروري، أن كونكور خاص للناس اللي عندهم إعاقة، وديك الساعة نبقاو ندوزو شوية بشوية بالنسبة للمسائل الأخرى. كذلك يعني كاين واحد التوجه الآن أنه الأطفال المعاقين غادي نعملوا لهم واحد المنحة لكل الأطفال المعاقين اللي معقول ماشي معقول نبقاو ندعموا السكر جوج ديال الدراهم في الكيلو على مستوى من 3 و5 المليار ديال الدرهم. رحنا غنمشيو في الاتجاه ديال تخصيص مليار ديال الدرهم ان شاء الله الرحمن الرحيم لصندوق التضامن الاجتماعي كويزيون سوسيال التماسك الاجتماعي باش يعني نعالجوا هاد المشاكل هذه. ولهذا انا ما كرهتش انا بغيتي السي ادريسي قبل ما نمشي لانه عندي شويه ديال الوقت نسمع بعض الشهادات، ماشي بزاف ماشي ضروري نسمع بعض الشهادات الجريئة، ولكن تكونوا متأكدين أن هذه الحكومة هذه ماشي مشكلتكم، هي واحد المشكلة سياسية بغية تفك منها من خلال الحوار ولا اللقاء ولا اجتماع ولا تصفيقات بشي حالتها. لا، الله شاهد أن هذه المشكلة ديالكم يعني تقيل عليا، وبغيت نعمل فيه شي حاجة حقيقية اللي تكون بحالنا بغيتوا تقولوا الانطلاقة بالنسبة للحكومة المقبلة. مع الأسف ما بقلناش الوقت بزاف، قتلنا سنة أو تقريبا أقل يمكن شوية، ولكن مع ذلك إلا قدرنا نعملوا شي حاجة اللي تكون الديكلونش ديناميك ديال الاهتمام بالناس اللي عندهم إعاقة. وما تنظنش هذاك العدد اللي قال الشريف صحيح هو يمكن أقل، ولكن كاينين وراها. إذا كانت تكلموا على 3 مليون يمكن تكون 3 مليون، يمكن تكون 2 مليون ولا 1.5 مليون ولا 2.5 مليون. تبارك الله هذا راه عدد كبير جدا. فإذا تعاطفي الكامل معكم إخواني أخواتي. يعني لا تشكوش بأنه أي شيء قدرت نعمله راني غادي نعمله. ما نخبيش عليكم أنه كذلك ربما المهام ديال هذه المرحلة هذه كنبقى نضحك معاكم كنقول لكم راه رئيس الحكومه بحال الكره، يلاه كينزل في التيران كيضربوه، عاوتاني كينزل كيضربوه، حتى كيسالي الماتش ما عارف راسو فين كان. فما تواخذونيش بصفه عامه، انا كنطلب منكم المسامحه الا كنت قصرت ولا الا كنت تاخرت، ولكن تاكدوا انه ان شاء الله الرحمن الرحيم هذه القضيه راني داير باش ندير اجتماع عليها الوزاري باش نضرو باش ما نقدروش نحلوا كل شيء المشاكل، ولكن تبدا لا ديناميك ديال هذا الشيء اللي قلت لكم ديال الاعاقه راه غادي يكون في القانون ديال الماليه ديال 2016 اللي غادي نعمل.